اولا خطير هادشي اللي تيقولوا واللي سمعت دابا من عندك تتقول بان كيقول لك ترجع الاموال. حيت الانسان ملي كتقول له رجع الاموال رد الاموال خطير، تهمه خطيره وخطيره ونتابعوها عليه. لان كيفاش ديتي الاموال؟ ما فهمتش هاد الهضره، الهضره دي ما فهمتهاش. كيفاش ديتي الاموال؟ اذا عندهم الا عندهم بان دينا الاموال ولا سرق حسبان الاموال يمشوا معنا المحكمه، واللي اللي 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 دار شي حاجه يؤدي الواجب. بودريقة انسحب من رئاسة كرة القدم، ومن بعد جا سي حسبان، وسي حسبان كان رئيس السنة الأولى، والسنة الثانية كيتخبط في المشاكل ديال الديون والحجوز اللي كيديروا لي على الكونت بونكير. اتفقنا هذاك المجلس الإداري ندوزوه نديروا استاذ سي حسبان لأن رئيس ديال كرة القدم، باش يعتق التسيير المالي ديال فرع كرة القدم. هذا هو الهدف من دخول رئيس كرة القدم للمجلس الإداري. أنا ذاك كان عندنا الكونت الأولاني، ومنين دخلنا سي حسبان درنا الكونت الثاني وبدينا كنخدموا. ومنين تمت الصفقة ديال اليميق عطيناهم النيميرو دو كونت السويفت والنيميرو لو ريب ديال هاد البنكة الثانية الجينوا باش يدوزوا الاموال تما كاين. وفعلا الامور كانت غدا مزيانه لا في البنك الاولى ولا في البنك الثانيه. البنك الثانيه كنا دايرين باش دابا انا كنقولها لك علانيه باش يعرف جميع المكونات ديال الرجاء والبعيد والقريب، السبقه ديال اليميق 850 الف دولار كانت تقسمات على ثلاثه شطر. الشطر الاول 300 الف دولار، والشطر الثاني 300000 دولار، والشطر الثالث 2050000 دولار. تعطلوا علينا واحد شويه ويدوز في هذا الكونت ماشي 300000 دولار، دازت 150000 دولار. وتصرفات هذيك 150000 دولار منين جات؟ كنديروا لا ليست ديال اللعابه ولي بريم والمصاريف، وما كنخلصهم بالشيكات، خلصهم غير بلي اور دو فيرمون. كل شيء اللي كيخرج من هذاك الكونت ما كاين لا شيك لا تريت لا والو، كاين اور دو فيرمون. كنديروا اللعابه لي اور دو فيرمون كوبي، كتحط في ملعب تيران الرجاء عند ليكسبير، وكوبي كتمشي للبنكه كونتر اكيجي دي ريسيبسيون. 150 الف دولار تصرفات، الامور تبدلات في الرجاء، ما بقاش حسبان. انا ذاك صاحب حسبان من كرة القدم، ولكن بقى رئيس ديال المجلس الإداري. اتصل بيا السي أوزال قال لي الله يخليك السي بلعباد، بغينا الرولوفي بونكير ديال البنكة الثانية. مشيت جبت لي الرولوفي بونكير ديال 3 شهور. حنا كنتفاجئوا أنا وحسبان، وأنا شخصيا كنتفاجئ بأن تيقولوا لي راه كانوا الفلوس دازوا الدوزيام تروش 150 ألف دولار من نهار جوج اوت. شنو هي المسؤوليه ديالنا حنا اللي دازوا الفلوس دو اوت؟ واش انا كنسول، واش من يداج الجمع العام داروا رئيس جديد وداروا مكتب جديد فيه كاتب عام، فيه رئيس، كاين محامي، كاين رجل قانون، كاين رئيس اللجنه الماليه، كاين تريزوري. ولكن منين وانتم عارفين يميق مبيوع، وبان كنسالوا الفلوس ديالو، وعارفين بان لو كونت بونكير كاين تما حيت عندكم الرولوفي بونكير وعندكم لي تراس باش كنا كنخلصوا 150 الف دولار الاولى، عرفتيها بان خلصناها، خرجت من هذاك الكونت ولي كوبي. حيت ملي كدير لور دو فيرمون كدير نيميرو دو كونت، كدير لاجونس فلان فلانيه عندهم وعارفينه، واوزال سي اوزال عارفه. ونزيد معاكم بعيد، حتى هذا المجلس الاداري والجداد ديالي اوزال راه عضو فيه، في هذا المكتب اللي كاينين فيه اللي داروه هو عضو فيه. انا كنسال ملي كتدخل للرجاء كتبحث هذوك الفلوس ديال يميق فين وصلوا؟ تعيطوا للجينوا تقول ليها، تقولوا ليها فين الفلوس؟ واش كاين المحامي وعارفين بان كاين محامي؟ اتصلتوا فين وصلتي الاجراءات؟ افريل مارس افريل ماي جوان جويي اوت سبتمبر، تقريبا نقول غير نقولوا حنا غير خمس شهور باش مشينا. هذاك الخمس شهور ما كاينش اللي كيبحث في كاين الفلوس، ما كاين كاع نقولوا
نقولوا كاع ما عندهمش المعطيات، ولكن عارفين بان يميق من بيع. وهاد ربع شهور ولا خمسه اللي زاولتوا كرئيس ومكتب جديد، ما عرفتوش مشي درتوش الاجراءات ديالكم، فين مشاو هاد الفلوس؟ واش تخلصوا ولا ما تخلصوش؟ قلبوا ولا يقدر تخلصوا وخدناهم. دار لادريس ديالو باش يجي رولوفي بونكير باش ميتيحش تيرا الرجا، وكيقطعوا التليفونات وراه هو الكونت محلول هنا وكونت محلول. على قبل ما نديروا المجلس الاداري حسب المحل شحال من 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 كونت ديال الرجا فوتبول، وتسيزاو وتسيزا ديال الكونت الاولاني درنا في المجلس الاداري وتسيزا هاد رولوفي بونكير. بلاتي جاء رولوفي بونكير، ولكن حسبان من انسحبنا ما بقاش كيصيفطوا لي رولوفي، لانني انا منين طلبونا باش نديروا التقرير المالي ديالنا، منين جاء الرئيس الجديد والمكتب الجديد قمي قطع الجمع العام ديالو، انا شخصيا مشيت عند المسؤول والمدير هما كاينين، قلت لهم عطوني غير اكستري دو كونت باش صبر. قالت لي يا سيدي ما بقاش عندكم انتم الحق، مشينا في حالاتنا ما بقاش عندنا الحق. رولوفي بونكير ما كيبقاوش يصيفطوا لي هما، حيت باش تقول لي البنكه ما فراساش، البنكه فراسها كتقول لنا هي بان ما عندكمش الحق تاخذوا لي دوني، بغينا نعرفوا الفلوس ديالي يا عمي. ما بغاش تعطينا والو، قالت لي ما عندكمش الحق. ايوا وحنا حسبان مشى من كره القدم ومشى من المجلس الاداري ودخل الراي جديد ودخل مكتب جديد، وتبارك الله كتقولوا مش كتب فيه الناس مستوى عالي في الماليه والناس مجدوه عاليه في القوانين، وما عارفينش بان الفلوس باقي دخلوا اربع شهور.